اليوم 7 مارس العام 2019 في هذه النقطة الصحراوية بالقرب من بلدة الباغوز يتم استقبال الفارين من آخر بقعة جغرافية يسيطر عليها تنظيم الدولة في بلدة الباغوز. منذ الأمس وصل قرابة 1000 شخص إلى هذه النقطة، هم نساء وأطفال عوائل تنظيم الدولة، وكذلك هنالك مقاتلين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. بحسب ما شاهدت بالقرب من هذه المنطقة هناك إجراءات أمنية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية من تفتيش وفرز المقاتلين الذين سلموا أنفسهم للقسد، وهؤلاء المقاتلين بحسب مشاهدتي يتراوح عددهم بين 150 إلى 200 مقاتل، وكذلك شاهدت مقاتلين آخرين يبدو أنهم سلموا أنفسهم ليلة الأمس. تقوم قوات سوريا الديمقراطية بإجلاء المدنيين من هذه المنطقة عبر شاحنات إلى مخيمات اللاجئين في محافظة الحسكة وبالشكل الرئيسي مخيم الهول، كذلك يتم نقل المقاتلين بعد القيام بإجراءات أمنية إلى معتقلات خاصة بعناصر تنظيم الدولة. قادة قوات سوريا الديمقراطية يؤكدون عزمهم على إنهاء معركة الباغوز قريبا، ولكنهم في نفس الوقت يشيرون إلى قيامهم بتهدئة في على الأرض وكذلك إيقاف المعارك في إحدى محاورها من أجل فتح المجال أمام خروج المزيد من المدنيين والعناصر التنظيم الذين يودون تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. هنا حاولت الحديث إلى الذين خرجوا مؤخرا من بلدة الباغوز، هم يعلنونها صراحة بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة، وكذلك يقولون بأن أزواجهن قتلوا في المعارك أو ما زالوا في بلدة الباغوز وسوف يقاتلون في تلك المنطقة.